السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي التلاميذ جبت لكم اختبار، يعني اختبار الفصل الثاني في اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ الفيديو أعزائي التلاميذ، لا تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، ولأول مرة يدخل القناة ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي راهي موجودة جوست أسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. هيا نبدأ مع بعض. فيزيت على كسبة دالجي، معناتها زيارة قصبة الجزائر. Nous avons arpenté les escaliers pour arriver à la haute casbah. En cours de route, nous avons vu des dizaines de boutiques traditionnelles, des vendeurs et des artisans de tout genre, cordonniers, orfèvres, maroquiniers, dinandiers, gargoutiers, vendeurs de gâteaux traditionnels se côtoient dans ces ruelles tortueuses. J'ai admiré la Casbah, ce lieu historique de la grande révolution algérienne. Où est-ce que c'est la Casbah? Nous avons arpenté les escaliers pour arriver à la haute Casbah. C'est ce qu'on a fait dans la route pour arriver à la Casbah. En cours de route, يعني في الطريق، خلال الطريق، nous avons vu des dizaines de boutiques traditionnelles. معناتها شفنا عدة عشرات من المتاجر التقليدية. Des vendeurs et des artisans de tout genre. On a des vendeurs et des artisans de tout genre. معناتها بائعين وشغل حرفيين من كل الأنواع. Cordonniers, اللي يسمو الأحذية. Orfèvres. لي يبيعوا الفضة هكا، ماروكيني هذوك شغل المنتجات الجلدية، دينوندي نحاسين، كاركوتي لي كاركوتي، فوندور دو غاتو تراديسيونيل، كاركوتي ديك لي عندهم ياكلوك شغل الفطور هكا خفيف، فوندور دو غاتو تراديسيونيل معنتها بائعين الحلويات التقليدية، سو كوتوا دون سيريال تورتيوز. جي ادميري لا كاسبا، يعني تأملت لا كاسبا. قصبة، ce lieu historique، هذا المكان التاريخي de la grande révolution algérienne، يعني تاع الثورة الجزائرية. نعاود نقرأ لكم une autre fois. Visite à la Casbah d'Alger. Nous avons arpenté les escaliers pour arriver à la haute Casbah. En cours de route, nous avons vu des dizaines de boutiques traditionnelles, des vendeurs et des artisans de tout genre, cordonniers, orfèvres, maroquiniers, dinandiers, gargoutiers, vendeurs de gâteaux traditionnels se côtoient dans ces ruelles tortueuses. J'ai admiré la Casbah, ce lieu historique de la grande révolution algérienne. نروح دوكا أعزائي التلاميذ لي كيستيون. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Le lieu décrit est la Casbah d'Alger, de Tunis, de Constantine. قالك اختي الإجابة الصحيحة، هاد المكان اللي وصفوا فيه هو قصبة الجزائر ولا قصبة تونس ولا قصبة قسنطينة. واش من لا كاسبا؟ لا كاسبا دالجي. مال لا بون ريبونس اي لا كاسبا دالجي. لي بوتيك تراديسيونيل في دير لي بوتيك لوكسيوز اي لي بوتيك انسيان. معناتها لي بوتيك تراديسيونيل، المتاجر التقليدية. واش معناتها؟ معناتها المتاجر الفاخرة والمتاجر القديمة. حنا واش نعرفو؟ التقليدي توجور حاجة من زمان، حاجة قديمة، حاجة يعني قديمة تاع ناس بكري، تاع زمان اللي كانوا عايشين فوق الناس زمان اللي كانوا عايشين بكري كما نقولو. لي بوتيك لوكسيوز فاخرة ولا القديمة، مالا لي بوتيك انسيان. Relève du texte un complément de but. استخرج من النص يعني مكمل تاع. وقلت لكم انا لي كومبليمون دو بوت وقت تلقاهم توجور تلقاهم، يعني تستعملوا فيهم اداه وحده، يعني ساهل. ما شوفوا الاداه اللي تستعملوا فيها اللي نستعملوها في لو كومبليمون دو بوت. دوركم راهي nous avons arpenté les escaliers pour arriver à la haute casbah. pour هذا هو الحاجه، يعني يعني باش نوصلوا من اجلي. هذا هو الاداه اللي نستعملوها في باش يعني في الكومبليمون دو بوت. صدير من هذا pour arriver à la haute casbah، هذا هو لو كومبليمون دو بوت.
هذا هو يعني الهدف ان شغل جاء nous avons arpenté les escaliers pour من اجل الوصول لاعلى القصبة pour arriver على علاش حنا طلعنا لي زيسكالي باش نوصلوا من اجل الوصول لاعلى القصبة من اجل هذا هو لو كومبليمون دو بي توجو تشوفوا pour عرفوا بلي لي موراه لو كان عرفوا بلي لي موراه هذا كاع كومبليمون دو بي هادي ما فيهاش فارق تشوفوا pour لي موراه حتى النقطه كاع هذا كان كومبليمون دو بي نروحوا دركا relève du texte de déterminant démonstratif استخرج من النص زوج اسماء الاشاره هم اسماء اشاره نعرفهم اعزائي التلاميذ هما عندنا هذا هذه هؤلاء اكسيتيرا هادو هما اسماء الاشاره يعني نشوروا عليهم دوك نقول هذا الولد هذه البنت هؤلاء الاشخاص اكسيتيرا دركا وراهم حنا عندنا اون فرونسي عندنا 3 عندنا سو عندنا 7 وعندنا سي وعندنا هذه 7 في حال ما يكون اسم يبدا بافوايل يكون اسم يبدا بحرف متحرك هذه خلوها اليفا دوكا عندنا سو هذا 7 هذه سي معناتها هؤلاء شغل في الاشياء وفي الاشخاص دركا دوك نشوفوا لهنا vendeur de gâteaux traditionnels se côtoie dans ces ruelles tortueuses يعني في هذه الأزقة الملتوية هكا هذه الأزقة الملتوية c'est un déterminant démonstratif ما له هذا الأول هذا هو الأول قال لك deux déterminants démonstratifs J'ai admiré la Casba, ce lieu historique. هذا المكان ce lieu historique. هذا المكان تاريخي ce. عندنا ce هؤلاء يعني هذه الأزقة جمع بصح ce هذا. نروح دوكا أعزائي التلاميذ مي أو فيتور سامبل دو لانديكاتيف يعني ضعف المستقبل الوقت المستقبل أنا درت لكم مع بعض لو فيتور الفيتور سامبل حاجة سهلة دوكا هذا لو فيرب جي أدميري لا كاسبا داجي هو لو فيرب أدميري سي أن فيرب دو بروميي جروب ما تحيروش فقلت لكم الفيتور هو أسهل وقت بيسك هو فيه ديترمينيزون في كاع الأوقات يعني ما يتبدلوش كيفاش يولي هذا نحو هذا راه في باس كومبوزي يولي هكا نكتبوا الفعل تاعنا كيما راه جاد ميري درك كيفاش يولي هو عندنا تيرمينيزون تاع جو الفيتور سامبل مع جو هي ار اي يعني دوكا كتبناها نزيدو بك الاي باسكو هاديك الار ما نعرفش نكتبو ار وحدة اخرى نزيدو اي هي هادي هي تيرمينيزون ار اي تولي جاد ميغوري انا ساتامل هذا هو الفيتور سامبل ساتامل tu admireras il admirera nous admirerons etc هذا هو لو فيرب ادميري او فيتور مع جو يعني حنا عندنا جاد جي ادميري معناتها انا تاملت قصبة الجزائر جادميغورا لا كاسبا دالجي انا راني رايحة نتامل قصبة الجزائر هادي اول خطوة نروحو دوكا لسؤال اخر مي او فيمينا معناتها ضعف في المؤنث سو كاركوتيي اي اونسيان هاد الكاركوتيي معرفتش يقولو شغل محل فطور خفيفة هكا يمدولك لي فاست فود تشرب اي حاجة بغيتها في الكاركوتيي سو هو سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف كاركوتيي كيفاش تولي حنا عرفنا الافعال تاع عفوا الاسماء اللي يخلصوا ب اي 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 او ار كيفاش يولوا في من المذكر المؤنث هذه قاعدة اللي شفتو لها وعرفنا اللي يخلصوا ب اي او ان كيفاش يولوا اللي يخلصوا ب اي او ار في المذكر في المؤنث كيفاش يولوا يولوا اي او اكسون ار او واللي يخلصوا ب اي او ان يولوا اي دوزان او عفوا اي او دوزان او يان انسيان انسيان غارغوتي غارغوتيير بصح سو كيفاش يولي سو هذا وهذه يعني دوكا انا مذكر تاع هذا هو هذه سو سيت تولي هكا سيت غار غوتيير
gargotière et هذه et ancienne يعني قديمة et ancienne cette gargotière est ancienne ce gargotier est ancien cette gargotière est ancienne. نروح دركا أعزائي التلاميذ la production écrite. Décris un lieu visité en 4 à 8 phrases. يعني أوصف مكان زرته من قبل في 4 إلى 8 جمل. Aide-toi de la boîte à outils. استعمل هاد بطاقة المعلومات ولا جدول المعلومات. Arriver, escalader, traverser, longer. Magnifique, longue, belle, imposante, imposante à fois. Villa, église Saint Augustin, Augustin, la corniche, artère, les artères. Arriver, on a escaladé, traversé, longé, magnifique, longue, belle, imposante, villa, église Saint أوغستان لا كورنيش و لي زارتير. دركا انا اعزائي التلاميذ درت لكم الوضعيه تاعي سمحولي. انا الوضعيه اللي درتها يعني في زياره زرت وهران وكتبت عليها بعد شغل وصفتها وشفت فيها فيزيت ا اورون زياره الى وهران. نو سوم اريفي ا اورون ا 8 اور دو ماتان بار تران. لا في اي بيل اليغونت ensoleillé. Nous avons choisi un joli hôtel au centre-ville pour se reposer. Nous avons admiré des paysages exceptionnels, ces plages, ces montagnes, ces champs, etc. En résumé, mon voyage était superbe. Où je m'arrête là? Visite à Oran, Ziyara, Medina Touharan. Alors, je suis Medina Touharan. Alors, je crois que nous sommes arrivés à Oran à 8h du matin. Par train. معناتها وصلنا لمدينة وهران على الساعة 8 صباحا يعني بواسطة القطار. La ville était belle. المدينة كانت شابة. Elegante ensoleillée. وكانت مشمسة. Nous avons choisi un joli hôtel au centre-ville pour se reposer. اخترنا فندق يعني مليح باش نريحو. Nous avons admiré des paysages exceptionnels. يعني تا شفنا مناظر تأملنا مناظر استثنائية. يعني سي بلاج بحارها سي مونتاني جبالها سي شون حقولها. En résumé, mon voyage était superbe. يعني باختصار الرحلة تاعي ولا السفر تاعي كان رائع أو نقولو مدهش هكا. هذا هي لا برودكسيون تاعي واش وظفت فيها. درت اون بيتي برودكسيون فيها يعني وشرحت واش من البلاد وقتاش وذكرت واش بيوصلت ماذا بار تران. من بعد موراها وديت نوصف المدينه قلت بلي مدينه بالي اليغونت اي انسولي. ومن بعد ذكرت هذه العباره تاع من عندي يعني nous avons choisi un joli hôtel au centre ville pour se reposer. ذكرتها يعني اخترنا يعني فندق جميل باش نريحو. نو زافون ادميري من بعد بديت نقول بليس امنا مناظر استثنائيه ذكرت شنو هي الجبال والبحار والحقول اكسيتيرا. ما تبع الاخر يعني اون كونكلوزيون قلت بلي اون ريزومي باختصار يعني قلت اختصرت لهم قلت لهم بلي السفر تاعي الرحله تاعي كانت رائعه. صرا تكونوا تلاميذ السنه الخامسه تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد ومع السلامه.